قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باسم الصحوة الدينية وقعت انحرافات كثيرة، قصص وتجرأ كثيرون على الإفتاء بدون علم. وفي الأحياء الفقيرة، تلك التي غالبا ما تكون في هوامش المدن الكبرى، تفاقمت المشاكل الاجتماعية. كثرت المطلقات اللواتي لم تكن لديهن وثائق تثبت الزواج، وكثر أبناء تلك الزيجات غير الموثقة الذين يحرمون من حقوقهم. فتيات كثيرات صرن ضحايا تزويجهن دون سن الرشد القانوني وبالتحايل على القوانين. كثيرات هن تلك الفتيات اللواتي تم تزويجهن وتطلقهن ثم تزويجهن في حلقة مغلقة من المعاناة. الذين كانوا يقومون بذلك ينطلقون من فهم للنصوص القرآنية خاص بهم، يؤولونها وفق ما يخدم مصالحهم الخاصة ونزواتهم. في أحد الأحياء الهامشية بالعرائش كان يعيش عبد الله الحمي، كانوا يدعونه الشيخ عبد الله. وقد اكتسب الرجل الذي كان قد استهل العقد السابع من عمره شعبية واسعة في حيه وفي الأحياء المجاورة، إذ كان يلقي دروسا في المسجد. ومع مرور السنين صار له أتباع كثيرون، وكان معروفا بأنه رجل مزواج لا تقل النساء اللواتي في ذمته عن 4، يستبدل في كل مرة الواحدة بأخرى أكثر شبابا وجمالا. في صيف العام 2005 كان الشيخ عبد الله في جملة المدعوين لحضور حفل تسليم الجوائز للتلاميذ الذين تفوقوا في امتحانات البكالوريا، وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في إقليم العرائش. كانت بين الفائزين فتاة اسمها وفاء الخباز، وكانت قد حصلت على المعدل الأعلى في البكالوريا على مستوى الإقليم. كانت في 17 من العمر وكانت ذات حسن وجمال. ارتقت الفتاة المنصة وألقت كلمة شكر باسم الفائزين. لحظتها أثارت انتباه الشيخ عبد الله الحامي، أعجبته، تركزت عليها كل اهتماماته. ثم لما نزلت وفاء من المنصة على إيقاع التصفيق، مال الشيخ جهة أحد أتباعه المقربين كان يجلس بجواره وسأله أن يستفسر عن الفتاة. طلب منه أن يأتيه باسمها وعنوان عائلتها. فهم التابع أن شيخه عازم على إضافة تلك المراهقة إلى زوجاته الثلاث، إذ كان قد تخلص منذ فترة قريبة من الرابعة. انتهى الحفل وانفض الجمع. في ذلك اليوم بعد صلاة العشاء توصل الشيخ عبد الله بكل المعلومات التي كان ينتظرها عن الفتاة، تلك التي ألهبت كل غرائزه وشغلت كل اهتمامه. قال له إن وفاء الخباز هي بنت بوجمع الخباز الفلاح الفقير الذي يتردد على المسجد. علم الشيخ أن الرجل من المواظبين على الصلاة وأنه في حكم أتباعه الكثيرين. استبشر خيرا، قال لتابعه إنه يريد خطبة الفتاة لنفسه. تظاهر التابع بأنه تلقى سرا من الشيخ فهلل وكبر وقال إنه لها. كانت وفاء كبرى شقيقاتها الست، إذ لم يكن بوجمع الخباز قد رزق ولدا، وكان يعمل بجد في مزرعته الصغيرة ليوفر لبناته كل ما تحتاجن إليه. وكانت وفاء وقد تفوقت في امتحانات البكالوريا تحلم بالالتحاق بالجامعة، كان طموحها أن تحصل على الشهادات الأعلى وأن تمضي في دراستها حتى النهاية، غايتها أن تخرج عائلتها من الفقر. في صبح اليوم التالي جاء تابع الشيخ عبد الله إلى بوجمع الخباز وأبلغه بأن الشيخ يريد خطبة ابنته وفاء. مضى الفلاح الفقير فرحا إلى امرأته يزف إليها بشرى اعتزام الشيخ عبد الله الحامي خطبة بنتهما البكر وفاء، ولكنه فوجئ بها وهي تبدي معارضتها. قالت إن للشيخ نساء ثلاثا وإنه رجل مزواج، ثم إن وفاء لا ترغب في الزواج الآن بل تريد إتمام مسارها الدراسي. أضافت أن الشيخ رجل مزواج، ثم إن فارق السن كبير بين وفاء ذات 17 ربيعا والشيخ الذي يحمل على كاهله 62 حولا. بعد تردد حاول بوجمع الخباز إقناع ابنته التي ردت بأن ما يعرضه عليها يعني الانتحار أو الإعدام.
صار والد وفاء في موقف حرج إزاء شيخه عبد الله الحامي، ولكنه لم يجد من خيار غير إبلاغ الشيخ وعن طريق تابعه الأقرب بأن ابنته رفضت الزواج من الشيخ وأنها تريد إتمام دراستها. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء جمع الشيخ رجاله الذين يعتمد عليهم في إنجاز المهام الصعبة. لم يكن له أن يقبل بسهولة أن يرفض له طلب، وخاصة من بنت ذلك الفلاح البسيط. وقد انفض الاجتماع بالاتفاق على زيادة الضغط على بوجمع الخباز حتى تلين ابنته، وقد وسوس أحدهم لبوجمع بأن يهددها بالسخط عليها إن هي لم توافق أن تتزوج الشيخ عبد الله. وكان الضغط الذي يتعرض له بوجمع من قبل زبانية الشيخ الحامي ينعكس ضغطا منه على زوجته وعبرها على وفاء. كان أتباع الشيخ يهددون بوجمع بأنهم سيجعلونه معزولا بين ناس الحي. بعد أيام لم تعد وفاء تستطيع تحمل كل ذلك التوتر الذي يخيم على المنزل. كانت لها صديقة تكبرها بعام وكانت طالبة في كلية الحقوق. اتصلت بها ذات يوم وعرضت عليها مأساتها والضغوط التي تتعرض لها هي وأسرتها من قبل الشيخ عبد الله الحامي لحملها على القبول بالزواج منها. كانت نصيحة صديقتها إليها أن تعلن قبولها بالزواج من الشيخ، لكن وفق شرط أساسي، أن يكون الزواج موثقا من قبل عدلين، وأن يكون ممهورا بموافقة قاضي الأسرة. علمت من صديقتها أن القانون منذ العام 2000 لم يعد يسمح بتعدد الزوجات إلا بعد إخطار الزوجة الأولى، بيد أن للشيخ عبد الله 3 زوجات ويريد أن يتخذ وفاء زوجة رابعة. رأت صديقة وفاء أن طرح ذلك الشرط الأساسي ربما أثنى الشيخ عبد الله عما يريد وكبح جماح نزوته. أبلغت وفاء والدها بأنها تقبل بالزواج من الشيخ، لكنها ترغب قبل ذلك في مقابلته في منزل الأسرة. طلبت من والدها ألا يتدخل في الحوار الذي سيجري بينهما. أسرع بوجمع الخطى إلى المسجد، وقف بباب الجناح الذي يسكنه الشيخ الحامي وزوجاته 3. خرج إليه التابع الذي يلازم الشيخ. نقل إليه بوجمع البشارة وأيضا شرط وفاء. بعد انتظار لم يكن طويلا أدخل بوجمع على الشيخ الذي رد بأنه سيحضر في الغد بعد العصر ليقابل وفاء. تزينت الفتاة وتعطرت وتعمدت أن ترتدي من الملابس ما يشي بملامح من مفاتنها، ثم جاء الشيخ عبد الله. لما أخذ مكانه في غرفة الضيوف دخلت وفاء. هم الشيخ بالنهوض للسلام عليها، ولكنها تحاشته واتخذت مكانا لها في زاوية مقابلة له. باشرت الحديث إليه بأنها توافق على الزواج منه إن هو قبل بشرط أساسي، أن يتم توثيق الزواج من قبل عدلين. ومع أنه فطن إلى أن الفتاة على اطلاع بما يلزم القيام به، ومع أن ذلك باغته، فإنه رد بأن الأمر ممكن التحقيق، ثم حاول أن ينتقل إلى تحديد الصداق، ولكنها تصدت له وقالت إن قيمة الصداق هي آخر ما يشغل فكرها. أردفت أن عليه أن يأتي بإذن قاضي الأسرة بعد أن يبلغ زوجاته 3 بنيته الزواج من 4. وقتها فقط باح الشيخ بما لم يكن يعرفه كثيرون، ومنهم والد وفاء بوجمع الخباز، وهو أن الشيخ الذي يطلب كثيرون بركاته لم يوثق سوى زواجه من امرأته الأولى، بيد أنه كان يتزوج الأخريات زواجا عرفيا يشهد عليه 2 من أتباعه. قال إنه يريد أن يتزوج وفاء بتلك الكيفية، وإنه على استعداد لقراءة الفاتحة وأن يشهد على زواجهما 2. حاول الشيخ أن يقنع وفاء، ولكنه لم يفلح، إذ واجهته بأن ما يريده هو من وجهة نظر القانون ضرب من الفساد لا يضمن حقوقا للزوجة في حالة الوفاة أو عند الطلاق، ولا يؤمن حقوقا للأبناء الذين يولدون في إطار ذلك الزواج. أحس الشيخ أنه أهين، نهض وغادر دون أن يودع بوجمع الخباز الذي استشعر غضبه عليه. يومها آلى بوجمع على نفسه أن يزوج وفاء للشيخ وأن يزفها إليه ولو على نعش. في اليوم التالي
استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر التطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لبجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء، تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة وقبض المهر وتحدد موعد الزفاف. تحول أبو جمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة وكان كلامه غاضبا، لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ لأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته، نهض مسرعا يريد الإمساك بها، ولكنها كانت تتهرب وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، أراد تكبيلها، صدته، اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في أجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت أرضا، حاول أن يكبلها ولكنها أسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته. كانت فرصة لوفاء للتملص منها، جذبت طرفا من الحبل، شدته بقوة، رأته يحاول أن ينزعه من رقبته، ثم خارت قواه وسقط أرضا. لم تكن وفاء قد أدركت أنها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك، حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوزا قد قتل الشيخ. التحق بالمكان 3 أو 4 من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الأمر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة. لم يطل الانتظار إذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الأمنية، كما طلب حضور أعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد على وجهها الذهول، كانت تبكي. كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في أكثر من مكان. لم تكن تتصور أن معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي إلى وفاته. لم تصدق أنها قتلته. كلف العميد أحد الأعوان باقتيادها إلى مقر المنطقة الأمنية وجعلها رهن إشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الأولى. وكان العميد بوغابة قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر
للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة، وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل. وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منها جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل، وقد عاينت الضابط حليم أبو خاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي. زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة اثنين من أتباعه، فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة. كما تم الاستماع إلى المرأة العجوز التي أقرت بأن مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء، قالت إنهن كن بنات فقراء من أتباع الشيخ، ولم يكن أي من أهلهن يجرؤ على الكلام، كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم وألبابهم. أفضى البحث إلى إقامة الدليل على أن وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها أمام قاضي التحقيق قرر أن يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل أن يأمر بنقلها إلى السجن بحضور محاميتها أبلغها أنه قرر حبسها حماية لها من الأتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، أبلغتها رئيسة الوفد بأنها أعدت لها مسكنا في الحي الجامعي، وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد أن تلتحق بالكلية. أمضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من أجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن النفس. في ماي من العام 2008 عن طريق سمسار تعرف إليه منذ عامين، اكترى يوسف المرادي منزلا في رأس الماء لقضاء العطلة الصيفية مع زوجته كنزة وطفليهما المهدي وياسمين. كان في حكم الوارد جدا أن تكون معهما زينب شقيقة زوجته المقيمة في ألمانيا. يعمل يوسف مدرسا للرياضيات في إحدى الثانويات بمكناس، بينما تدرس زوجته اللغة الفرنسية في إحدى الإعداديات. وقد تمكن الزوجان من أن يحقق دخلا إضافيا هاما من خلال تقديمهما في مدارس خاصة دروسا إضافية. حين تقترب امتحانات البكالوريا يمضي يوسف الساعات الطوال خارج البيت يقدم دروس الدعم مدفوعة الأجر في مدارس خاصة، وأيضا في بيوت أسر ميسورة الحال. ما يهمه في النهاية ما يحققه من دخل، وقد ساعده كل ذلك في شراء سكن جديد لأسرته وسيارة جديدة. زوجته أيضا استثمرت في العقار واشترت شقتين من السكن الاقتصادي تكريهما وتستفيد من دخل إضافي. دأبت أسرة المراد على برمجة عطلها الصيفية وتختار مبكرا الوجهة التي ستقصدها، غالبا ما تمضي العطل التي تستفيد منها خلال السنة في أماكن قريبة في أزرو أو إفران. سبق أن أمضى يوسف وأسرته عطلتين صيفيتين في الخارج، مرة في إسبانيا وأخرى في إيطاليا، حيث أقام عند شقيق لكنزة في نابولي.
تبدو سعيدة أسرة المرادي التي لا تكترث كثيرا لما يدور حولها. ما يهم الزوجين تربية طفليهما تربية جيدة وتأمين مستقبلهما. عدا ذلك لم يكن في الظاهر على الأقل ما يلفت الأنظار إلى هذه الأسرة التي تبدو نموذجية بكل المقاييس. كان الموعد لاستلام السكن الذي تم استئجاره 18 يوليوز، وقد أكدت زينب أنها سترافقهما إلى رأس الماء، ولم يسبق لها أن زارت تلك المنطقة. أبلغتهما أنها ستأتي بسيارتها الجديدة. صباح 18 يوليوز من العام 2008 انطلقت من شارع النصر سيارتان، سيارة يوسف وركب معه في المقعد الخلفي طفلاه، وسيارة زينب التي تسع لشخصين. بدافع الفضول ركبت كنزة إلى جانب شقيقتها. كانت الساعة تشير إلى 5:30. يظن يوسف أنهم سيصلون إلى رأس الماء زوالا. سريعا نام الطفلان، وحده صوت المذياع يؤنسه. لم يكن من الذين تغريهما السرعة، وكان قد طلب من زينب أن لا تتجاوزه. يعلم أن سيارتها ذات المظهر الرياضي أسرع من سيارته، ولكنه كان أدرى بالطريق. ولقد التزمت المرأة الشابة التي تعمل مسؤولة عن العلاقات مع العالم العربي في شركة لصناعة الجرارات، التزمت بما طلبه منها. أبلغها يوسف بأنهم سيتوقفون بتوريرت لأخذ قسط من الراحة. توقفوا على جانب الطريق. كان لديهم في صندوق الأمتعة بعض الأكل والمرطبات. يبدو أن الحرارة تنزع إلى ارتفاع، ولذلك لم يدم توقفهم طويلاً. عليهم أن يعودوا إلى الطريق الوطنية. قليلة هي السيارات التي صادفوها في طريقهم. قال يوسف إن الناس يفضلون السفر ليلا تفاديا للحرارة المرتفعة. في حدود 1 ظهرا كانوا في وسط جماعة رأس الماء. أخذ يوسف هاتفه وركب رقم السمسار الذي عن طريقه استأجر السكن الذي سيقيمون فيه. أبلغه بأنهم ينتظرونه قرب مسجد الميناء. كان بعض الفضوليين قد تحلقوا حول سيارة زينب. تأخر الرجل في الوصول. مرت نحو 30 دقيقة. قالت كنزة إنه ربما كان على مائدة الغذاء. ظل يوسف كما زينب صامتين. مرت ساعة. كان يوسف قد اتصل به مرة ثانية، ولكنه لم يرد على الاتصال. أحس بالحرج. الطفلان تعبا من الجلوس في السيارة. ثم في لحظة كان يهم فيها بالبحث عن بديل، رن هاتفه. كان المتصل هو السمسار. اعتذر عن التأخير وقال إنه تعرض لحادثة سير. سأل الأستاذ، كذلك يناديه، إن كان غادر جوار مسجد الميناء. ولما أكد له أنه لم يبرح مكانه، قال له إنه سيلحق به خلال 5 دقائق. بعد أقل من ذلك رأى دراجة نارية صغيرة تخرج من زنقة تنحدر نحو شارع الميناء. كانه لا تحمل دراجته أي أثر لحادثة. ومع ذلك مجاملة ليس إلا، هنأه يوسف على سلامته. رد بأن أضرارا هامة لحقت دراجته النارية. ولما انتبه إلى أن يوسف ينظر إلى التي جاء راكبها، استدرك أنه استعارها من صديق حتى يلحق بهم. ثم ودرءا للمزيد من الإحراج، طلب منهم أن يتبعوه. غير بعيد عن مدخل الجماعة توقف عند منزل تطل إحدى واجهتيه على الطريق المؤدية إلى الناظور، الطابق 3 في طور البناء. قال السمسار إنهم سيقيمون في الطابق الأول، وإنه يمكنهم ركن السيارتين في المرآب. جال بهم على كل المرافق، الحمام، المطبخ والغرف. كانت في تلك الشقة المفروشة 4 غرف، إحداها مغلقة. في المرآب في عمقه غرفة ومرحاض. لما انصرف الوسيط كان 3، يوسف وزوجته وشقيقتها، لا يفكرون إلا في حمام ساخن يذهب عنهم تعب الطريق. في المساء حيث يصير الجو ألطف سيمكنهم أن يشتروا ما سيحتاجون إليه من خضر ولحم أو سمك. كان في برنامجهم أيضا أن يتناولوا بعض الوجبات في المطاعم التي تخصص أغلبها في الأسماك. تولت كنزة حمام الطفلين، ولذلك كانت آخر من استحم. في المساء وكان الجو لطيفا
قالت زينب إنها تود أن تقوم بجولة في الجماعة، وربما مضت إلى السعيدية مستكشفة المصطاف. قال لها يوسف إنه سيرافقها في سيارته، فقد سبق له أن زار رأس الماء على أن تأخذ سيارتها فيما بعد. مضى بهم يوسف حتى السعيدية، فاكتشفوا إيقاعاً يختلف عن إيقاع الحياة في رأس الماء. هنا الاكتظاظ والإيقاع الاحتفالي، وهناك جو للاسترخاء. اكتشفت زينب أجواء تروقها. الشابة التي لم تكمل عقدها الثالث بعد تريد لعطلتها إيقاعاً كهذا الذي لمسته في السعيدية. خلال النهار تمدد على الرمل الذهبي، وفي المساء إقبال على الحياة كما تقدم في الكورنيش. في كل الأحوال لم تكن المسافة بعيدة. أمضت أسرة المراد ومعها زينب يومها الثاني في رأس الماء على الشاطئ. تناولوا الغذاء في مطعم قريب، وفي المساء قالت زينب إنها ستذهب إلى السعيدية. فضل يوسف المكوث في البيت. نزلت الشابة القادمة من ألمانيا إلى المرآب لإخراج سيارتها الحمراء. كانت قد ارتدت سروالاً قصيراً وقميصاً في ظهره عينان زرقاوان هما كل ما يرى بسهولة من وجه حسناء. كانت سيارتها مركونة بجوار باب المرحاض. لم تكن بالمكان إنارة جيدة. باب الغرفة المجاورة مغلق. هو باب من خشب، يبدو أن صاحب المنزل جاء به من الجوطية. ضغطت الشابة على زر المفتاح فومضت أضواء الإشارة. فتحت الباب ووضعت حقيبتها اليدوية على الكرسي المجاور لكرسي القيادة، ثم مشت بحذائها ذي الكعب العالي نحو باب المرآب ففتحته. لم تكن الشمس قد غابت بعد. وهي عائدة إلى السيارة خيل إليها أنها سمعت صوتا، أنة ربما، لعله الخوف من مكان تجهله، كذلك قالت. أخرجت السيارة الحمراء. في المنزل المقابل في الشرفة امرأتان أحست بنظراتهما تتبعها وهي تغلق باب المرآب، ثم وهي تركب السيارة الأنيقة. انطلقت مباشرة إلى السعيدية. لم يكن سهلاً العثور على مكان تركن فيه سيارتها. على الكورنيش غص الرصيف بالمتجولين من كل الأعمار، أغلبهم من الشبان. اتخذت لها مكاناً عند طاولة محل لبيع المثلجات. في الطاولة المجاورة جلس شابان، كان أحدهما يركز عليها نظراته فيما يشبه عملية مسح ضوئية. تجاهلته، ثم لما بدا لها أنه لا يتراجع نهضت من مكانها لتدفع مستحقات ما استهلكته. لما مرت به سمعته يصدر صفيرا، تجاهلته وغادرت المكان. كثيرون تحرشوا بها وهي في الطريق. سمعت منهم كلمات وعبارات، ورأت منهم تلميحات وإشارات. لم يكن لديها من سلاح سوى تجاهلهم. في الجانب الآخر من الواد الجزائر استوقفها ضيق الفاصل الترابي بين البلدين. قالت إنها ستسأل يوسف عما إذا كان ممكن للعبور إلى الجانب الآخر. تذكر أنها تركت سيارتها في آخر زنقة تتفرع متعامدة مع شارع الأوكاليبتوس. أحست بمضايقة شبان بالغوا في الاحتفالية فاستعجلت العودة إلى رأس الماء. سلكت الطريق إلى حيث تركت سيارتها، ولكنها لم تجدها في المكان الذي ركنتها فيه. ظهر الحارس على بعد 20 مترا، تسمر مكانه يراقب. بدا وكأنه يتمطى. لا يهمها، هي موقنة أنها تركت سيارتها هنا. تذكرت السيارة التي كانت مركونة بجانبها لا تزال هناك. أخيرا تقدم نحوها حارس السيارات بخطى متثاقلة. سألها إن كانت تبحث عن شيء ما. استغربت أن يسألها، هو الحارس نفسه الذي كان حاضرا عندما كانت تركنها. تسألني عما أبحث؟ إنني أبحث عن سيارتي التي ركنتها هنا قبل ساعتين. كيف هي سيارتك؟ قبل أن ترد عليه اخترقت عينيه بنظراتها. ألا تذكر السيارة الحمراء التي لا تسع سوى شخصين؟ نعم أتذكرها. هل هي سيارتك؟ نعم هي سيارتي. لقد حملتها سيارة سحب. قال الرجلان إنك طلبت منهما أن يسحباها إلى مرآب قصد إصلاحها.
لقد دفع أجر الموقف. لم تصدق ما تسمعه، هو كابوس، ستفيق وتكتشف أنه كابوس. تركها الحارس ومضى يستخلص أجرة من سائق سيارة تحرك مغادرا. تكاد تجن، ما يدعيه حارس السيارات لا يصدقه عقل. أيقنت أنها لن تستطيع بمفردها أن تحصل من الحارس على معلومات حول شاحنة الديباناج التي حملت السيارة، ولا حول الرجلين اللذين نفذا عملية السرقة. أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية، رأت جواز سفرها ووثائق السيارة. هي لن تضطر إلى تجديدها مع ما يعنيه ذلك من طواف مرهق عبر المصالح الإدارية. ضغطت على زر ووضعت الهاتف على أذنها. في الجانب الآخر يوسف، نبرته تشي بقلقه. كان أول ما نطق به أن سألها إن كانت بخير. أن تضطر إلى استعمال رقم هاتفها الألماني فذلك يعني أنها في مواجهة مشكلة ما. الساعة تقترب من العاشرة ليلا، أبلغته بأن سيارتها سرقت. لم تتمالك نفسها وهي تقولها وانخرطت في البكاء. لم يستطع يوسف أن يحصل منها على معلومة حول مكان وجودها. طمأنها بأن قال لها إنه قادم. ما أن أنهى المكالمة وكانت زوجته كنزة قد جاءت من المطبخ تحاول أن تستشف فحواها حتى أبلغها بأن سيارة زينب قد سرقت وبأنه ذاهب فورا إلى السعيدية. همت بأن تقول إنها سترافقه، ولكنه ذكرها بأن عليها أن تبقى مع المهدي وياسمين. كان الطفلان قد آويا إلى فراشيهما منذ ساعتين. لم تناقش، هزت رأسها موافقة. لما خرج كانت تقف بباب الشقة تمسك بيدها شوكة. انطلق مسرعا. على الطريق سيارات كثيرة تأخذ وجهة السعيدية. رن هاتفه من جديد، تردد قبل أن يجيب. قال لها إنه على وشك الوصول، ثم رأى دورية للدرك فألقى بالهاتف على الكرسي وهو يقول: الدرك، سأتصل بك بعد قليل. في موقف السيارات في تلك الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس، كانت زينب تراقب حارس السيارات. ما كان يستفزها أن يتصرف وكأن شيئا لم يقع. أحست به يتجاهلها. تلك كانت قراءتها لما كان يقوم به. غضب شديد يعتصرها، تود لو تقدر على الصراخ، ولو أنها تستطيع أن تجمع حولها كل أولئك المصطفين وتحكي لهم. كانت شاردة في تفكيرها لما رن الهاتف في حقيبتها اليدوية. هو اتصال من يوسف، تأخر دهرا، كذلك حسبته. أين أنت؟ كانت في صوته بحة لم تعهدها. ظلت صامتة والهاتف على صدغها. عاود سؤالها: أين أنت؟ لست أدري بالضبط، أنا في الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس في موقف السيارات. طيب، أنا قريب إليك، لن أتأخر. وانتهى الاتصال. لم تمر سوى دقائق معدودات حتى ظهرت في مدخل تلك الزنقة أضواء السيارة. نزل يوسف وتوجه نحوها. عجزت عن الكلام، ارتمت في حضنه وانخرطت في نوبة بكاء. منظرها ذاك استوقف بعض المرة، ربت على ظهرها مواسيا. ولما أحس بها وقد هدأت قليلا سألها عن الحارس. أشارت إلى الجهة حيث كان يقف. ناداه يوسف بنبرة حادة. كرر نداءه مرتين قبل أن يتحرك الرجل مقبلا بخطى متثاقلة. قبل خطوتين من وصوله سأله: ما الذي حدث للسيارة؟ جاءت سيارة ديباناج وعلى متنها رجلان، قاطعه: وهل تعرفهما؟ لا، قال لي إن صاحبة السيارة طلبت منهما أن يحمل سيارتها إلى مرآب لإصلاحها. بدا ليوسف مرادي أن ما يقوله الرجل لا يستقيم. السيارة جديدة ولم يكن بها عطب. التفت إلى زينب وقال لها إن ما ينبغي القيام به هو إبلاغ الشرطة. حارس السيارات يبدو الشاهد الوحيد. لم يكن مركز الشرطة بعيدا. في العاشرة ليلا لم يكن بالمركز من يعد محضرا. رجل الأمن المداوم سجل في سجل شكايات شكاية السيدة زينب المولودي.
كان عليها أن تعود في صباح اليوم التالي 21 من يوليوز من العام 2000 الذي يصادف يوم اثنين. في المنزل الذي يقيمون فيه في رأس الماء خيم جو من الحزن والكآبة. حاول يوسف أن يطمئن زينب إلى أن مصالح الأمن ستقوم بما يلزم، وأن لديه إحساسا بأنها ستستعيد سيارتها قريبا. لم تغير كلماته تلك شيئا من الحزن الذي تملكها. صباح الاثنين باكرا توجهت زينب يرافقها زوج شقيقتها إلى مركز الشرطة الرئيس في السعيدية. كان أول من استقبلهم الشرطي المكلف بالشكايات. حكت بتفصيل ما حدث لها مساء ذلك الأحد، وكيف صدمت بتبخر سيارتها من موقف محروس. نقلت الرواية التي قدمها لها حارس السيارات والتي تعتبرها غير مقنعة. كان الشرطي يدون أقوالها، ومن حين إلى آخر يوجه إليها سؤالا للاستيضاح. لما فرغ من ذلك طلب منها الانتظار في الخارج. كان قد أرسل من يأتي بحارس السيارات. جلس يوسف وزينب على كرسي خشبي طويل في ممر ينتهي إلى مكتب العميد. بعد دقائق سمعت تحية عسكرية، وظهر في مدخل الممر شاب ببذلة داكنة وربطة عنق يغلب عليها الأزرق، يبدو أنه العميد. تقدم الرجل في الممر، ولما صار بمحاذاتهما ألقى بالسلام وواصل. بعد ثلاث خطوات توقف وعاد إليهما، نظر إلى يوسف وسأله: ألست الأستاذ مرادي؟ وقف يوسف وقال: نعم أنا هو. ألا تذكرني؟ نظر إليه وتظاهر بأنه يدقق النظر: لا يا سيدي. ألست أستاذا لمادة الرياضيات في مكناس؟ نعم هو كذلك. ألا تذكر تلميذا يدعى اليونسي؟ بدا يوسف يفكر، ثم من حيث لا يدري تذكره: ألست محسن؟ هو أنا، محسن اليونسي. عانقه. كانت زينب تتابع ما يجري بترقب. التفت إليها يوسف وقدمها إليه: هذه زينب شقيقة زوجتي. حياها العميد مرحبا. مضى الحديث إلى ذكريات تعود إلى 10 سنوات مضت. كان الطالب محسن اليونسي طالبا مجدا، وكان من بين المرموقين من الطلبة في مادة الرياضيات. سأله إن كان يستطيع مساعدته، إذ ذاك عرض عليه ما جاء به إلى مركز الشرطة. أبلغه بأن المكلف بتسجيل الشكايات استمع لأقوال زينب، وإنه بعث في طلب حارس السيارات. دعاهما إلى مكتبه، ثم ضغط على جرس سمع رنينه في الممر. وقف بالباب شرطي وأدى التحية. طلب منه أن ينادي على المسؤول عن الشكايات. لم تمر سوى ثواني حتى كان حاضرا. سريعا علم منه أنه أحضر حارس السيارات وكان بصدد الاستماع إليه. ماذا يقول في اختفاء سيارة الآنسة زينب؟ قال إن سيارة للسحب جاءت وحملتها، وإن من كان على متنها قال إن صاحبتها هي من طلبت منهما ذلك. فجاءه العميد اليونسي بأنه سيلتحق به في مكتبه ليحضر الاستماع إلى حارس السيارات. طلب منه أن ينقطه. كان على يوسف وزينب أن يعودا إلى ممر الانتظار ويقتعدا الكرسي الخشبي الطويل. ذهل الشرطي الذي تولى تنقيط حارس السيارات، إذ اكتشف أن الرجل مبحوث عنه في قضية سطو على سيارة أجرة من الحجم الكبير. كان وسيطا بين من نفذوا عملية السرقة وتجار قطع غيار مستعملة في الناظور. ما تم اكتشافه كان مدخلا لتشديد الضغط عليه. كان ينكر أن يكون يعرف الرجلين اللذين جاء على متن سيارة السحب، ولكنه راجع موقفه بعد أن وجد العميد شخصيا يشرف على عملية الاستماع إليه. قال وقد ذكر بأنه مبحوث عنه إنه يعرف الرجلين ويعرف محل سكناهما. كان يتعين التحرك سريعا. أركب الحارس سيارة مموهة ومعه 3 من رجال الأمن بلباس مدني. ولقد استغربوا أن المرآب الذي يشغله الرجلان ويستعملانه سكنا ومخزنا لا يبعد كثيرا عن مقر الشرطة. وقف الأمنيون على جانبي الباب،
وطلبوا من حارس السيارات واسمه عبد القادر بن ربيعة أن يطرق الباب. سريعا جاء من الداخل صوت يسأل عمن يكون الطارق. لما اطمأن إلى أنه بن ربيعة فتح. كان ذاك ما ينتظره رجال الشرطة الذين انقضوا على الرجل وصفدوه. رفيقه تسلل من نافذة، ولما صار في الخارج وقد حسب أنه نجا قطفه الضابط الذي ظل يراقب في الخارج، أمسك به ولم يدع له فرصة للمقاومة أو التفلت. لم يكن المرآب كبيرا، ولذلك سريعا ما اكتشف أن السيارة التي وضع عليها غطاء أسود به آثار غبار قديمة لم تكن سوى سيارة زينب. قبل أن تعود الفرقة التي مضت للقبض على صاحبي شاحنة الديباناج، جاء العميد يبشرها بالعثور على سيارتها. وقفت وهمت بمعانقته، مد يده وصافحها بحرارة. قبل أن تسترجعها كان عليها أن تنتظر إتمام الإجراءات، ويوم استعادتها 5 أيام بعد ذلك قررت أن تقيم احتفالاً في أحد أشهر المطاعم في السعودية. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. في 10 من غشت من العام 2001 في حدود 10 ليلا وقعت حادثة سير بسالة الجديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيدي محمد. لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى. أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية، شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر. كان العميد الراجلي عبد الرحمن مكلفا ليلتها بالمداومة. ما أن بلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية للبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة. لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة، ملامحها أوروبية، سيارتها مسجلة في إسبانيا. بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية. الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر، مهنتها صحفية. أبلغ وكيل الملك بالحادثة فطلب من العميد الراجلي الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح، حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه، والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق. وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة، فقد كان من الضروري أن تؤخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم، وهو ما سيحدد ما إن كانت الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس في حالة سكر وقت الحادثة. نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات، وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية. سويعات بعد ذلك كانت السفارة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث. في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفارة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة. قال إنها كانت تعمل لصحيفة البايس وإن إقامتها في فندق كذا، وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم. أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا غونساليس دو سانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم، ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس. أكد الفحص الطبي أيضا أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود 10 من ليلة 10 من غشت. أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر. في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة، تناوب على فحصها عدد من الخبراء،
ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة. ومع أن ما سبق لا يتيح مجالا واسعا للتحري، فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أيا من الفرضيات، فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لاعتداء ما. غدت الحادثة في حدود الرابعة عصرا عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية، منها أن ماريا غونساليس دو سانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة، كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلا، ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسلة الجديدة وفي تلك الساعة من الليل. تعميقا للتقصي، طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات. سريعا جاء الجواب، الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين. ما كشفه أيضا التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا غونساليس دو سانتوس كانت مصابة بمرض السيدا. لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة. أن يكون شخص مصابا بالسيدا لا يعني أنه مقترف لجريمة، ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات. بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها، تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة. افتقدت الأم مذكرة ابنتها ماريا غونساليس دو سانتوس، قالت إنها لم تكن تفارقها منذ صباها. تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق ولكن لا شيء. وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية، أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة، كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا، لكن لم يتم العثور على أي شيء. سار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مضجع العميد الراجلي. في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة، فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة. نهض العميد مسرعا، أمر بتفكيك كراسي السيارة، وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي، بداخله كانت المذكرة. لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية، كان سعيدا باكتشاف المذكرة المفقودة لأن ذلك سيسعد تلك الأم المكلومة والدة ماريا غونساليس دو سانتوس. كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر، ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير. عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب، كان يجيد الإسبانية. أسرار كثيرة ضمنتها ماريا غونساليس دو سانتوس تلك المذكرة، أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب. باحت المذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدا، كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها، أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدا. تقول ماريا إنها ما أن تيقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال. كانت ماريا غونساليس دو سانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة، كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه، أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف. عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي، وكان صحفيا شابا من تطوان ينحدر من أسرة أندلسية. كان عمر وسيما وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين، أغوته بحركاتها ثم تمنعت. قضى زمنا يلاحقها، أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة،
وأخيرا تمكن منها، ولعلها مكنته من نفسها. كان ذلك في ليلة 30 من مايو من العام 2001، لما فتحت له باب غرفتها في الفندق. استضافته 7 ليال، وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام، لم تكن تستحم في كل مرة، كما لاحظ أن مذكرة تلازمها. ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة، سقاها حتى أسكرها، ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف. كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدة. ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا غونزاليس دو سانتوس. أبلغ رئيسه بالأمر، إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة. أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا. وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا، عليه الآن العثور على عمر الرياحي. مضت 3 أشهر ولا أثر له. أبانت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة. في 13 نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتة. كان قادما من إسبانيا، ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه، أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلا لأمر يهمه. حاول أن يعرف الموضوع، ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتة لم يكن على علم بالموضوع. اضطرب عمر، ولذلك ما أن وصل إلى سلا مساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة. هناك استقبله العميد الراجلي، كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم، خبر إصابته بالسيدة، ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك. بادره بالسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا غونزاليس دو سانتوس. أجهش عمر بالبكاء، وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد: كيف عرفتم أنني القاتل؟ كان ردا مفاجئا. اعتدل العميد في مجلسه، أخفى اندهاشه لما قاله عمر الرياحي، وبنبرة هادئة تماما رد عليه: الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة، لأن الجناة يتركون دائما خيطا يقود إليهم. سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية بتفاصيلها، إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض السيدة. في تلك اللحظة قرر الانتقام منها، تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان، ووعدها بأنه عائد إليها بعد 3 أيام. لما عاد دعاها إلى منزله في سلا الجديدة. قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها. قصد إلى سيارتها، قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات. لما غادرت تبعها، ظل يرقبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر. عاد إلى بيته، جمع أغراضه وما كان لديه من مال، ثم غادر إلى تطوان. فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين، فقد حبسه على الفقراء. عبر إلى إسبانيا، كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدة. قال عمر في اعترافاته إنه لم يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما. استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي. وعيد فحص سيارة ماريا غونزاليس دو سانتوس، اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات، وتجلى القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل. أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر، وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك، لأن الأمر لم يعد الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية. انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلا، مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي. أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم. قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلا إلى السجن، طلب عمر الرياحي من العميد الراجلي أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذكراتها. كتبت ماريا غونزاليس دو سانتوس: مسكين عمر، اعتقد باستضافتي في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين، لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى
في الفندق في 11 ليلا. خلال العام 2007 سجلت سلسلة من الاعتداءات تعرض لها مسافرون على القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة وتلك التي تنطلق من الدار البيضاء إلى مراكش. تشابهت سيناريوهات تلك الاعتداءات التي ارتكبت بين شهري مارس وشتنبر. كان الضحايا يتعرضون لعملية تخدير ثم يسلبون ما بحوزتهم من مال أو أشياء ثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية وصار الأمر مصدر قلق كبير إن بالنسبة للمسافرين على متن تلك القطارات أو بالنسبة لمصالح الأمن. كان آخر ما تم تسجيله شكاية من رجل كاد يفقد حياته بفعل المخدر الذي استعمله اللص. وفدت على المديرية العامة للأمن الوطني تقارير في هذا الشأن من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. كان القسم المشترك لتلك التقارير أن الفاعل المفترض شاب في 30 من العمر، أسمر البشرة، طويل القامة، أنيق الملبس، ويتقن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا إن أناقة مظهره ولباقة حديثه لا يتركان منفذا للشك في أنه مجرم. عنصر آخر، كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى وكلهم صادفوه بينما كانوا وحيدين في إحدى المقصورات. مؤلم ما تعرض له الضحايا، لا أحد يستطيع تجاهل الآثار النفسية فضلا عن البدنية التي أصابتهم. وبالنسبة للخبير في قضايا الإجرام فإن الذي حدث على متن رحلات القطار تلك الطويلة أو المتوسطة يعتبر أحد تمظهرات تطور الفعل الإجرامي الذي يقتضي تطوير وسائل التصدي له ومحاربته. في كل الاعتداءات يفاجأ الضحايا بدخول الشاب الأنيق المقصورة متلطفا يستأذن ولا تفارق محياه الابتسامة، ثم يجلس في الكرسي المقابل لضحيته، يتريث بضع دقائق، ثم يخرج من حقيبته الأنيقة ملفا ما يلبث أن ينكب عليه. من حين لآخر كانت تعلو وجهه تعابير تنم عن استياء ما، ثم يتلفظ بعبارات فرنسية في الغالب تنم عن غضب، وفجأة يرفع نظره إلى الجالس في الكرسي المقابل، يعتذر، ثم ينخرط في تبرير انفعاله غير المقصود بكون موظف شركته كثيرا ما لا ينفذون تعليماته بأمانة. يتنفس نفسا عميقا، يأخذ الملف ثم يعيده إلى الحقيبة، وفجأة يخرج قنينة بها عصير وكوبا بلاستيكيا، يملأه ثم يشربه دفعة واحدة، يبدي انتعاشه، ثم يتظاهر بأنه أساء التصرف إذ لم يتقاسم شرابه مع شريكه في المقصورة، يبادر إلى إخراج كوب جديد من حقيبته، يملأه بالمشروب ويقدمه إلى الذي في الكرسي المقابل. الذي يحدث وفق ما استخلص من الروايات المختلفة أن الضحية يفقد الوعي وينام نوما عميقا، ولما يستيقظ بعد ساعتين على الأقل يكتشف أن شريكه في المقصورة قد اختفى بعد أن سلبه ما كان معه من مال وأشياء ثمينة. تولى العميد محمد المغروس دراسة الملفات الخاصة بكل الاعتداءات، يساعده في ذلك فريق المتخصص، وقد خلص إلى أن الفاعل في كل تلك الاعتداءات شخص واحد، إذ تطابقت الأوصاف التي قدمها الضحايا بشأنه، وأن الاعتداءات وقعت على متن عربات الدرجة الأولى، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة التي لا تتوقف في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء من قبيل ما ورد لم يسجل على رحلات المسافات القصيرة بين الرباط والدار البيضاء مثلا. ثم ضمن الخلاصات أيضا أن أغلب الاعتداءات وقعت على متن القطارات التي تنطلق من الرباط إلى وجدة، ربع الاعتداءات فقط وقع على متن القطارات المتجهة من الدار البيضاء إلى مراكش. تلك هي الاستنتاجات الأولية التي خرج بها العميد محمد المغروس وفريقه. إلى كل ذلك تضاف خلاصات التحاليل المخبرية التي خضع لها الضحايا والتي أكدت أنهم تناولوا مشروبا ممزوجا بمادة
تسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها قد تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. تأسيسا على تلك الخلاصات، تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم، شارك في إعدادها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن التي تمر منها القطارات التي وقعت على متنها تلك الاعتداءات. كانت الخطة تعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من مفتشين ومفتشات أدوار الضحايا المحتملين، وبتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة لتنفيذ الخطة. كانت التعليمات التي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة: أن يتفادوا شرب ما قد يقدم إليهم، وأن يرفضوا بلباقة حتى لا يثيروا الانتباه. الأوصاف التي قدمها الضحايا مكنت من رسم صورة روبوتية للمشبوه فيه، وقد أعطيت كل واحد من المشاركين في تنفيذ الخطة نسخة منها. كان المطلوب الإطباق عليه متلبسا ومعه ما يثبت تورطه. على مدى أسبوع سافر مفتشون ومفتشات على متن القطارات المتجهة إلى مراكش وتلك التي كانت وجهتها وجدة، ولم يتم تسجيل أي نتيجة تذكر، وحسب بعض المشرفين على تنفيذ الخطة أن المجرم غير مجالات تحركه، ولكن التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لم تكن تترك مجالا لأي نقاش. يجب الوصول إلى الهدف. بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة، كانت المفتشة خديجة شلال على متن القطار المتوجه من فاس إلى وجدة. كانت وحيدة في مقصورة بعربة الدرجة الأولى. بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس، وقف بباب المقصورة شاب أنيق الملبس طويل القامة. كانت تنطبق عليه كل الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. استأذن بالجلوس، لم تبدي أي اعتراض، ولما جلس في الكرسي المقابل لها انتابها بعض الخوف، ثم ما لبثت أن تماسكت إذ تذكرت أنها ليست وحيدة، ففي المقصورة المجاورة رجال على أهبة التدخل، ثم إن لديها من المؤهلات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. وما أن اطمأن الرجل في جلوسه حتى أخرج من حقيبته ملفا سميكا. كانت المفتشة خديجة تراقب تحركه دون أن تثير انتباهه، فقد بدأ في تنفيذ سيناريو عمليته. كانت تتوقع الذي سيأتي. بدأ يهمهم وهو يقلب صفحات في ذلك الملف، ثم نظر إليها واعتذر بأن موظفي شركته لا يقومون بالمطلوب منهم على الوجه الأكمل. أعاد الملف إلى الحقيبة الأنيقة، ثم أخرج كوبا بلاستيكيا وملأه بمشروب من قنينة أخرجها من الحقيبة. شرب ما بالكوب دفعة واحدة. تعمدت المفتشة خديجة النظر إليه وهو يشرب. كان الغرض أن يفهم أنها تود لو تقاسم معها المشروب. بالنسبة إليه كانت تلك علامة على أن الضحية صارت جاهزة. أخرج كوبا بلاستيكيا أصفر هذه المرة، ثم أخرج القنينة من المحفظة وملأه وقدمه إلى شريكته في المقصورة. تناولته منه شاكرة ووضعته على الطاولة التي سحبتها من جانب المقعد. كان ينظر إليها مبتسما. فتحت حقيبتها اليدوية وتظاهرت بأنها تبحث عن شيء ما. نبهها إلى أن القطار يسير بسرعة وأن الكوب قد ينقلب. ردت بأنها تبحث عن دواء عليها أن تتناوله في أوقات محددة وأن الوقت لم يحن بعد. فتح حقيبته من جديد وأخرج ملفا آخر، تصفحه، ثم بدا وكأنه يكتب شيئا ما. كان من حين إلى آخر يسترق النظر إليها. بعد ربع ساعة نفذ صبره، نهض وأخذ الكأس وناولها إياه. صدته وقالت له إن إلحاحه عليها مبالغ فيه ويدفع إلى الشك. ضحكت وطلبت منه أن يشرب منه أولا حتى يبدد شكوكها. لم يكن يتوقع ردة الفعل تلك. سكت وأعاد ما في الكأس إلى القنينة. بعد لحظات تصنعت الاعتذار له. قالت له إن المسافة طويلة حتى وجدة، وإنها سوف تطلب منه العصير لاحقا.
كانت المفتشة خديجة شلال قد بعثت بإشارة إلى زملائها على متن القطار بأن الهدف معها في المقصورة. لما تظاهرت بالبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية ضغطت على زر اللاسلكي مرة واحدة. كانت الخطة تقتضي أن تضغط مرتين إن هم الهدف بالانصراف. بعد الرد الذي قابلته به خديجة بدا وقد صوره شك في نجاح ما كان يهم به. جمع ملفه وأقفل حقيبته وأراد الخروج. كانت المفتشة قد بعثت بالإشارة الثانية، وما أن وقف وفتح باب المقصورة حتى وجد اثنين من المفتشين في انتظاره. أعيد إلى داخل المقصورة، صفد وفتش. كانت في حقيبته قنينة المشروب. أخذت المفتشة الملف الذي كان يقلبه في يده، وجدته يحتوي على قصاصات من الجرائد. كان قد كتب مرات عديدة عبارة ستسقطين في الفخ أيتها الجميلة. ضحكت المفتشة خديجة وقالت له: ألا ترى أنك سقطت في فخك؟ تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو المختار عجوب المنحدر من مراكش. أنزل في محطة جرسيف ثم نقل إلى الدار البيضاء. تعرف عليه عدد من ضحاياه، وأكدت التحليلات المخبرية أن ما كان يمزج به المشروب الذي يناوله ضحاياه مادة مخدرة شديدة المفعول. كان ما ضبط بحوزته من أدلة كافيا لحمله على الاعتراف بتفصيل بكل ما اقترفه من جرائم. أحيل على النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا. في طريق كروس دي مارتوس بألميرية في إسبانيا، اكترى إدريس الرفاس بيتا للسكن. كان قد استقر في ألميرية منذ 5 سنوات تقريبا، نحن في العام 2000. الشاب ذو 26 ربيعا والقادم من الفنيدق اشتغل في البناء وفي ضيعات فلاحية قريبة. حين كان يخلو إلى نفسه يستنتج أن تجربته في إسبانيا لم تكن يسيرة. أحيانا كان يسأل نفسه عن الذي أضافته إلى حياته مغامرته الإسبانية تلك، في كل مرة يستحضر رحلة العبور إلى الضفة الإسبانية. كانوا 10 من أبناء الفنيدق في مجموعة من 30 شخصا، منهم أفارقة، على متن القارب الذي أقلهم في ليلة باردة من ليالي أكتوبر من العام 1997 إلى الجانب الآخر من المضيق. حين يتذكر لحظة النزول من الباتيرا عدة أمتار قبل بلوغ الشاطئ يحس بذاك البلل البارد الذي أصاب ملابسه، ويخيل إليه أن أسنانه لم تتوقف عن الاستكاك منذ إذ. ثم لا يلبث يسترجع وعيه بأن تلك اللحظة صارت بعيدة، لا بلل بملابسه وأسنانه لا تستك. لم يكن إدريس كما شبان كثيرين يعاني الفقر المدقع حين فكر في الهجرة السرية الحريق. للمصطلح معاني يختار كل واحد منها ما يناسب دوافعه، وإنما هي فكرة اخترقت رأسه ذات يوم حين التقى ابن قريته محسن العائد من إسبانيا بعد 2 فقط من عبوره هو الآخر على متن واحدة من تلك الباطرات. كانت لديه سيارة، لا يهم أن تكون قديمة، هو محل إعجاب أبناء القرية الذين عجبوا كيف للفتى أن ينسى كلمات كثيرة من لغته الأم ويعوضها بكلمات إسبانية، كذلك كانوا يعتقدونها. لما انقطع عن الدراسة بعد أن راكم الرسوب، كان ذلك في العام 1995، فكر والده في الدفع به إلى تعلم حرفة تكون له موردا للعيش. استقر الرأي على أن يتعلم الحلاقة، ولذلك أمضى أكثر من عام يتردد على مدرسة لتعليم الحلاقة في تطوان. لما حصل على الدبلوم يذكر أنه كان يوم احتفال في المنزل. كان ذلك يعني أنه بعد أن يعمق خبرته في صالون للحلاقة بتطوان أو في الفنيدق سيستطيع أن يفتتح محل حلاقة له. كان والده قد وعده بمساعدته، ولكن الحماس الذي رافق حصوله على دبلوم الحلاقة ما لبث أن خبا حين رأى العائدين من الهجرة إلى إسبانيا منشرحي الأسارير وفي أيمانهم الكثير مما يفتقده.
في السنوات التي تلت استقراره في ألميريا كان يلاحظ كيف كانت تزداد أعداد المهاجرين من مغاربة وغيرهم، ثم بدأت تتجلى له حاجتهم إلى حلاق يفهم لغتهم ويتفهم ظروفهم المادية. كذلك تسللت إلى ذهنه فكرة التحول من بناء ثم عامل في حقول الزراعة المغطاة إلى حلاق للمهاجرين. للحصول على رخصة وافتتاح محل للحلاقة بالمواصفات المطلوبة كان عليه أن يستوفي الكثير من الشروط، ولعل أكثر ما أعجزه العثور على محل في موقع مناسب وبسومة كرائية مناسبة. قبل بضعة أشهر، أقل من 6 أشهر، كان قد استقر في كاريتيرا كروس دي مارتوس بالرقم 73. كان المنزل يتكون من طابق أرضي تسكنه ماريا بلانكو مالكة المنزل، سيدة لطيفة تبدو أكثر شبابا من حقيقة عمرها. أما هو فقد استقر في الطابق الأول، كان نصف طابق يتكون من غرفتين صغيرتين وحمام ومطبخ. قرر أن يتخذ من إحدى الغرفتين صالونا للحلاقة. اشترى كرسيا خشبيا من سوق الأثاث المستعمل ووضع على الجدار مرآة كانت لديه في الحمام. لم يجد صعوبة في شراء أدوات الحلاقة، لم تكن ماركات أصلية، المهم أن ينطلق. زبناؤه الأولون من العمال المغاربة وأساسا من أبناء تطوان والفنيدق، ثم مع توالي الشهور توسعت دائرة الزبناء إلى بعض الأفارقة. هو يعلم أن ما يقوم به يعتبر مخالفة، ولكن زبناءه كانوا على استعداد للجزم بأنهم لا يدفعون له مقابلا. ثم إن ماريا بلانكو صاحبة البيت لم تكن تبدي انزعاجا. كان يوم عطلة نهاية الأسبوع يوم عمل بامتياز. في المساء حين ينصرف كل الزبناء يكنس الشعر الذي تساقط على أرضية الغرفة ويجمعه في كيس بلاستيكي يغلقه بإحكام. صار اسم الرفاس لدى أولئك المهاجرين في ألميريا مرادفا للحلاق. في بعض الأحيان يتحول صالون الحلاقة السري إلى ساحة تلاسن حاد بين أنصار البارسا والمدريد. كان الرفاس من أنصار المدريد، ولكنه يبقي على حياده، ما يهمه من تلك اللمات ما يحصل عليه من مال. كان بوشعيب الغماز مناصرا متطرفا من مناصري ريال مدريد. حين كان يحضر واحدة من تلك المواجهات الساخنة مع أنصار البارسا كان صوته يعلو كل الأصوات، الشاب القادم من القصر الكبير من غلاة أنصار المدريد، الجميع من الفريقين على حد سواء يعلمون حقيقته تلك. كان الرفاس يتوقع لصاحبه ذاك اصطداما في يوم من الأيام قد يجر عليه متاعب عديدة. لم يمضي بتوقعاته إلى حد بعيد، ولكن لقاءات الكلاسيكو بين المدريد والبارسا تبقى أكثر المناسبات استيفاء لشروط الاشتعال الشديد. ثم حل الموعد الكلاسيكو، الإذاعات المحلية لا تلهج إلا به، وفي الشارع لا حديث إلا عنه، وفي المقاهي والحانات محللون يرتجلون توقعاتهم، وفي مجالس ينبري كثيرون لذكر مناقب وأصول هذا اللاعب وذاك المدرب، منهم من لا يتوانى في الحديث عن علاقاته الشخصية بالنجوم. الأكثر حكمة ورزانة يجعلون في آذانهم غرابيل تخلصهم من الكلام الكذب والادعاء الزائف. انضم بوشعيب الغماز في تلك الليلة إلى المتفرجين في مقهى يملكه رجل ينحدر من سبتة في طريق نخار دي لاكانيادا. كان مقهى صغيرا، ولكن الذي كان يعد الشاي كان خبيرا. ليلتها لم يحالف الحظ فريق ريال مدريد. كان المذيع الذي يتكلم بلكلة تونسية يلهب الأجواء الملتهبة أصلا. ثم سجل فريق البارسا هدفه الأول. استغرق المذيع في كلمة جول، وفي أركان المقهى سمعت عبارات لم يستسغها بوشعيب الغماز. كان في حالة غليان، ظل على ذلك الحال حتى انتصف الشوط الثاني. أضاع فريق ريال مدريد هدفا محققا. صاح أحدهم من آخر القاعة مبتهجا، فانفجر بوشعيب. كان صاحب المقهى يعلم أن أمسيته تلك تحتمل كل المخاطر. أخذ بوشعيب كرسيا وألقى به في اتجاه مصدر تلك الكلمات التي لم يستسغها. سمع صوت كؤوس تنكسر.
ثم نهض الجميع وتحول الفضاء الصغير إلى غابة كثيفة من الأجساد. ثم بدأ التدافع وتصاعد التراشق بالكراسي، وسرعان ما حضرت الشرطة إلى المكان. كان بين زبناء المقهى عدد من المهاجرين السريين. لما خرج أغلب الزبناء اكتشف 5 جرحى حالاتهم استدعت نقلهم إلى المستشفى. ثم بدأت التحريات. لم يتردد صاحب المقهى في اتهام بوشعيب الغماز، ذاك الذي يحور اسمه إلى جوميز، بأنه من أشعل فتيل المواجهة. لم يكن الرجل نكرة، كان يسكن في ورش للبناء رفقة آخرين. ليلتها لم يعد إلى فراشه. وبينما كانت الشرطة تبحث عنه، في ساعة متأخرة من الليل طرق باب إدريس الرفاس. لم يكن الحلاق يعلم بالذي حدث في مقهى طريق نخار دي لا كانيادا. أدخله، صعد السلم على أصابع أقدامهما حتى لا يزعج السيدة ماريا بلانكو. لما أفضى الغماز بالذي حدث، أدرك الحلاق الموقف الحرج الذي يوجد فيه. قد تطرق الشرطة بابه في كل لحظة، ثم ينكشف أمر صالون الحلاقة السري. قرر أن يبقي الغماز معه حتى الصبح، ثم يتدبر سويا ما يمكن القيام به. استيقظ الرفاس باكرا، لم يستمتع بنوم عميق، وأيقظ الغماز، أعد وجبة الفطور. وبينما كان بوشعيب الغماز في الحمام، سمع جرس السكن يقرع. حبس الرفاس أنفاسه، لم يكن على موعد مع أي كان، وإذا هي الشرطة جاءت تطرق بابه. مضى إلى الحمام وطلب من بوشعيب أن يخرج ويندس تحت السرير. لم يكن أمامه خيار آخر. فتح الباب، تظاهر بالتثاؤب، لم تكن الشرطة. وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم البشير بوعرفة. لم يلتقه منذ عدة أشهر، إذ كان الرجل قد انتقل للعمل في برشلونة. أدخله الصالون، ثم مضى يدعو بوشعيب للخروج من مخبئه تحت السرير. فوجئ البشير بوجود الشاب القصري، وبلا تمهيد قال له إن الشرطة تبحث عنه بسبب الذي حدث في المقهى مساء أمس. كان يعلم، لم يعقب. قال الحلاق: أرى أن الحل أن تغادر إلى المغرب. نظر إليه بوشعيب، للمرة الأولى رأى في نظرته ضعفا. قال: كما دخلت خلسة سيكون علي أن أحرق في الاتجاه المعاكس. لم يستطع الحلاق أن يتماسك، ضحك: ولكن الطائرات لا تمضي في الاتجاه المعاكس. كان البشير يتابع حوارهما لا يجازف بالضحك. سأحاول التسلل، هل أوصلتني إلى ميناء الجزيرة الخضراء؟ إذا كان ذاك ما تريد أفعل. ابتسم الغماز ابتسامة شكر، نادرا ما يفعل. نزل الثلاثة السلم بعد أن تناولوا وجبة الفطور. عندما فتح الرفاس الباب، لم يكن أمامه متسع للتثبت من أن الطريق سالكة. كان في الانتظار رجلان من الحرس المدني. اقتيد الثلاثة إلى مركز الشرطة. في منتصف النهار عاد الحلاق والبشير. كان على الغماز أن يجيب على أسئلة كثيرة. يذكر المهاجرون المغاربة المقيمون في بلجيكا أن العام 74-900 من المحطات الرئيسة في تدفق اليد العاملة المغربية على هذا البلد الذي يحتضن مقر السوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصير الاتحاد الأوروبي. وكثيرون هم الذين تمكنوا وقتها من الحصول على أوراق الإقامة ورخصة العمل. زمنها لم يكن هناك أي حديث عن التجنس. في بروكسل كان المهاجرون المغاربة أغلبهم يسكنون جماعة سكاربيك ومولنبيك، وقد صارت أسماء تلك الجماعتين كما أسماء شوارع وساحات ومحطات قطار مثل لاغار دو ميدي وشارع جوزافات من الأسماء المألوفة حتى بالنسبة لأفراد عائلات المهاجرين الذين ظلوا في قراهم في الريف أو في أحيائهم في طنجة أو تطوان أو في الناظور والحسين. كان المهاجرون العائدون لقضاء عطلة الصيف يحكون عن مغامراتهم مع أرباب العمل ومشاكلهم التي تبدأ بجهلهم اللغة الفرنسية أو الفلامانية ولا تنتهي. الأكثر شبابا من بينهم أولئك الذين كانوا يحسبون أنهم أكثر قدرة على النفاذ إلى قلب المجتمع البلجيكي كانوا يحكون عن مغامرات من نوع آخر،
كانت حكايات غرامية وقصصا فيها الكثير من الخيال. وكانوا في مقهى الدوار حين يتحلق حولهم الذين لم يتمكنوا من الهجرة يبدون قدرة خرافية على شد انتباه أبناء القرية. في السنوات تلك مطلع الثمانينيات لم يتردد كثيرون في اصطحاب أصدقاء وصديقات بلجيكيين إلى المغرب، عدد منهم تزوجوا، وكان في ذلك بالنسبة إليهم أكبر دليل وأوفى حجة على قدرتهم على النفاذ عميقا في المجتمع البلجيكي. وحين يعودون إلى بلجيكا التي ليست في واقعهم اليومي سوى بروكسل ونواحيها، يحكون مغامرات الصيف تلك التي عاشوها على شطآن الشمال، ويحكون عن الأعراس والأفراح وزيارات الأضرحة، أضرحة الأولياء والصالحين، وعن الولائم وكل تلك اللحظات الجميلة. كانت الحكايات تلك تشغل أسابيع ما بعد العودة من المغرب في تلك المقاهي التي افتتحها مهاجرون مغاربة في سكاربيك أو مولمبيك. في إحدى تلك المقاهي التي كانت معروفة باسم مقهى عبد الخالق في شارع الجزافات، كان يلتقي كل مساء وأيام الأحد المهاجرون المنحدرون من تطوان وطنجة والمناطق القريبة منهما. لم يكن المكان فسيحا، كان دكانا وضعت به بضع طاولات. هناك كانت تقدم أكواب الشاي بالنعناع كتلك التي يمكن تناولها في أي مقهى من المقاهي الشعبية في طنجة أو تطوان، وكان أغلب الزبناء من هواة لعبة البارتشي الشهيرة في طنجة وفي تطوان. في مقهى عبد الخالق لم يكن المشهد يكتمل إلا بحضور العرب التطواني، كذلك كانوا ينادونه. كان رجلا في مستهل العقد الخامس من عمره ذا بنية قوية، وكان إلى ذلك وسيما، وقد ترك شعره يتدلى على القفا ولم يغير تسريحته حتى بعد أن لم يعد من الموضة إطالة الشعر. وإلى ذلك فقد كان يتقن لعبة البارتشي والدومينو ناهيك عن الكارتا لعبة الورق. كان العرب التطواني في جملة المهاجرين الذين استقروا في بروكسل في سياق موجة العام 74-900 وألف. ومنذ ذلك الحين لم يغادر بروكسل. كان يقول إن والديه توفيا منذ سنوات بعيدة، وإنه كان وحيدهما، ولذلك لم يكن يرى فائدة في العودة إلى المغرب. صحيح أن قصته الغريبة أثارت بعض التساؤلات في البداية، ثم ما لبث رواد مقهى عبد الخالق أن غدوا الطرف وأمسكوا عن التساؤل. ما كان يهمهم في علاقتهم بالعربي أنه فضلا عما عرف عنه من إجادته البارتشي كان يتقن الحكي، كما أنه كان خبيرا في نظرهم في بطولة إسبانيا لكرة القدم. لم يكن يتوانى في الحديث لساعات عن هذا اللاعب أو ذاك، عن أصله وطفولته وأسرته. أحيانا كان يزل به لسانه فيزعم أنه يعرف هذا المدرب أو ذاك اللاعب معرفة شخصية. كان جلساؤه يعلمون أنه أحيانا يكذب ويلفق الحكايات تلفيقا، ولكنهم كانوا يغضون الطرف. لم يكن للعرب التطواني عمل قار، فقد عمل في أوراش البناء، الباطمات كما كان يسميها المهاجرون، كما عمل حارسا في مخزن للخشب، وقد ظل يسكن وحيدا تلك الشقة الصغيرة القريبة من بارك جوزافات. شقراوات كثيرات تعاقبن على رفقته، ولا واحدة منهن استطاعت أن تظفر به زوجا. ذات مساء دخل العرب المقهى، كان سكرانا ثملا يتمايل، قصد إلى طاولته التي اعتاد الجلوس إليها، كانت في الزاوية، جلس ولم يتكلم. في شهر ماي كان أغلب رواد المقهى منشغلين بالتحضير لرحلة الصيف إلى المغرب، يبحثون عن سيارات مستعملة يصلحونها ويشترون ما سيحملونه من هدايا إلى عائلتهم. لعل العزلة التي أحس بها العربي جعلته يفرط يومها في شرب الخمر. من زاويته كان يراقب. في وسط المحل تحلق أربعة حول طاولة يلعبون البارتشي. من حين لآخر كانت قهقهاتهم تعلو. يومها لم يجلس أحد إلى طاولة العرب التطواني. فجأة بدأ يتكلم. حالة السكر المتقدم التي كان عليها
تجعل كلامه غير مفهوم تماما. وقف كمن يريد أن يخطب في جمع، قال وقد اقترب من لاعبي البارتشي: تريدون الذهاب إلى المغرب؟ اذهبوا، أما أنا فلن أذهب هذه المرة أيضا. نطق أحدهم: ولماذا؟ لأنني خائف. كانت المرة الأولى التي قال فيها العربي تطواني إنه خائف من العودة إلى المغرب. ومما أنت خائف بالعربي؟ إنهم ينتظرونني ومنذ أكثر من 10 أعوام. من؟ الشرطة. الشرطة؟ تساءل أحدهم مستغربا. نعم الشرطة، قال آخر ساخرا: أرى أن عليك أن تعود إلى سكنك وتأخذ قسطا من الراحة، أظن أن الخمرة لعبت برأسك بالعربي. تراجع العربي التطواني إلى زاويته، سكت بضع دقائق، حسب الجالسون وسط المقهى أنه نام، ثم فجأة عاد إلى الحديث: اليوم لن أحدثكم عن البارسا ولا عن الريال، ولن أحكي لكم مغامراتي الأخيرة مع إيزابيل. مغامرتي الحقيقية بدأت قبل العام 74، قبل أن آتي إلى بلجيكا مهاجرا. استنفر ما فاه به العربي اهتمام المتحلقين حول صفحة البارتشي. كان أحدهم يمسك بقطعة زهر الطاولة بين سبابته وإبهامه. كان الدور دوره، ولكن ما نطق به العربي جعله يركز انتباهه عليه كما الآخرين. نهض العربي ووضع يديه على الطاولة وكأنه يخشى أن يقع، ابتلع ريقه ثم قال: نعم الشرطة المغربية تبحث عني، لقد غادرت المغرب إلى إسبانيا في العام 72 900 وألف، تسللت إليها من بوابة سبتة، وكنت قبل بضعة أيام من فراري في خريف ذلك العام قد سطوت على خزانة الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها، كنت مسؤولا عن الخزانة. أمسك العربي عن الكلام. كان 3 آخرون من رواد مقهى عبد الخالق قد دخلوا ملقين بالسلام. كان المشهد مثيرا، ثم استأنف الحديث: نعم لقد سرقت الوكالة التي كنت أعمل بها، كانت حصيلة ما سرقته 15 مليون سنتيم. كان المبلغ خرافيا في مطلع 70ات القرن الماضي. ماذا فعلت بالمال؟ سأل صوت من وسط المقهى. وما الذي يهمك أنت؟ كانت الكلمات تغالب العربي لفرط سكره ذاك المساء. أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، أضاف العربي. علت القاعة قهقهات. نعم أنت لا تعرفني، استطرد العربي. أنت تعرف العربي التطواني، وأنا لست العربي ولا التطواني. ساد القاعة صمت رهيب. الذين كانوا حاضرين ذهلوا لما سمعوه، فإذا لم يكن الواقف أمامهم العربي التطواني الذي عرفوه منذ سنوات، فمن يكن الرجل؟ كان العربي يتكئ على الطاولة بيديه وينظر إلى المتحلقين وسط المقهى. قال وكأنه يجيب عن كل تلك الأسئلة التي تحملها نظرات الحاضرين: نعم أنا لست العربي التطواني، أنا أحمد العسراوي، أحمد العسراوي الذي ماتت أمه قبل يومين ولم يتمكن من رؤيتها ولا سماع صوتها ولا تقبيل يدها. ماتت أمي ولم أرها، لم أرها منذ العام 72، لقد جاءني اليوم خبر وفاتها. يا ليتني لم أسرق الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها. في النهاية ضاع كل ما سرقته، التهمته طاولات القمار في مربية وفي برشلونة. أنا أحمد العسراوي الذي خسر كل شيء. كانت عيناه تدمعان. أدرك رواد مقهى عبد الخالق أن الرجل يعيش مأساة حقيقية. بدأ العربي يلطم خديه بقوة، بدأ وقد دخل في حالة من الهستيريا، ثم في لحظة هوى على الأرض. أسرع 2 من رواد المقهى إليه، كان فاقدا الوعي. اتصل أحدهم بالنجدة. لما وصلت سيارة الإسعاف بعد أقل من ربع ساعة كان الرجل قد فارق الحياة.
استمع ضابط الشرطة الذي حضر إلى من كانوا موجودين في المقهى. لم يكن العرض نكرة، فقد سبق للشرطة أن تعاملت معه في قضايا عنف إزاء بعض من رفيقاته. استغرب رواد المقهى كون الشرطة تعلم أن الاسم الحقيقي للعرب التطواني هو أحمد العسراوي، لم يغير اسمه في وثائقه الرسمية. بعد أيام كان عدد منهم يتطوعون لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى المغرب. نحن في العام 84-900 وألف. رحل العربي دون أن يكمل قصة هروبه من تطوان قبل نحو 12 عاما. صدمة وفاة والدته جعلته يكشف السر الذي ظل يؤرقه كل تلك السنين، ولكن الموت باغته ولم يكشف كل التفاصيل.